أهلا بكم من جديد. أكد عدد من موردي اللحوم والمواشي وجود كميات وفيرة من لحوم الأغنام والأبقار في الأسواق المحلية تلبية لكافة احتياجات المستهلكين خلال عيد الفطر المبارك. وبحسب ما أكد به تجار المواشي، أصبح لدى المستهلكين خيارات عديدة لشراء اللحوم الحمراء بأسعار متفاوتة حسب النوع والمصدر، بفضل كسر الاحتكار وكثرة الشركات المزودة للحوم في الأسواق في المملكة. واستبعد التجار والموردون حدوث أي نقص في الكمية المعروضة من اللحوم، والتي تفوق معدلات الطلب المتزايدة مع انتهاء شهر رمضان وحلول العيد. وما تزال أستراليا تتصدر قائمة الدول المصدرة للحوم الحمراء إلى البحرين، تليها كل من باكستان وأثيوبيا والسودان لتوفير اللحم المثلج والمبرد والمذبوح محليا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سيد ناصر الحليبي، تاجر اللحوم في سوق المنامة المركزي. مرحبا بك سيد ناصر في النشرة الاقتصادية. بداية، لو تطلعنا على تحضيرات تجار اللحوم لعيد الفطر المبارك. والله التحضيرات كانت واجد ممتازة، خاصة من قبل 3 أيام تعدونا على كميات كبيرة خاصة من السودان والباكستان واستراليا، كميات نزلت في السوق ما يقارب عن كميات كبيرة. نعم، بالحديث أستاذ ناصر عن صرف رواتب الموظفين للحكومة في وقت مبكر في هذا الشهر، ما هو أثر ذلك في إنعاش القوة الشرائية لدى المستهلكين على اللحوم خاصة؟ والله سوت حركة في الأسواق، الناس حركة قوية في الأسواق، حركة نشطت أزيد من أول. نعم نعم. سيد ناصر الحليبي تاجر اللحوم في سوق المنامة المركزي، كنت معنا في النشرة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخارجية والعالمية.